السلام عليكم المتابعين ديالي، عيرين كلشي مزيان. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، ويلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. المهم اليوم كما كتشوفوا معايا راه كيبان لك المهم شي مكياج وشي كريمات وسميتو، غادي نشارك ان شاء الله معكم دابا ان شاء الله. البدايه بعدا باش المهم التصوير غادي يبان لكم زوين والاضاءه وكلشي، المهم داكشي كيبان هو هذاك. غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم ملي خرجت باش نتقدا الماكياج وداكشي. المهم ماشي كنعاود فيه البيع، ماشي شاريه هاد ليا، كنعاود فيه البيع. غنوريكم هادي الصراحه ديال التصوير زوينه هي هادي. دابا لي ملصقه فيها التليفون هادي كطوال، و هاد الايبه ديالها هي باش كت يعني باش ما طيحش سميتو، و التليفون يعني راه كتلصق كتلصقو فيها حتى التليفونات. وفيها الضوء يعني هاد البولة هادي هي اللي عاطية يعني هاد الإضاءة اللي كتبان ليكم. دابا إن شاء الله غادي ندوز لهاد الشي لي كيما كتليكم الشي لي تقدمت اليوم. المهم جبت نيفيا على حسابي، بغا البرد دخل البرد، جبت نيفيا، جبت هاد الصغيرة. المهم جبت هادي نيفيا الصغيرة، هاد نيفيا صراحة زوينة يعني كدير. المهم هاد نيفيا كيما شتو الصغيرة هادي يعني هادي زوينة للوجه واليدين، فهاد يعني دابا غادي يبدا البرد وداكشي يعني زوينة. جبت هاد دابا كاين فيها 10 قياسات، وهنايا جبت هدا سميتو صابون، صابون ديال دو تا هو فيه ريحة غزالة زوين. هاد الطوب هدا كيما كيخلي بحال هكا لي كيغسل بيه وجهو، هدا كيخليه رطب، كنغسل بيه وجهي رطب زوين يعني كيخليه رطب باش تجي البشرة زوينة. الباكية فيها 4 قياسات، فيها 4 قياسات كيما كتشوفو معايا هنايا. ريحة هاد الريحة هادي ريحتها غزالة، ريحتها زوينة البنات. جبت جوج، وجبت هاد الكريم، هادي هي الكرتونة ديال هاد الريحة هادي، هادي هي الكرتونة تاع ريحة، ريحة زوينة الصراحة ورخيصة راه مغالياش. وجبت هاد الكريم صافي، يعني ستة فهاد الباكية هادي تاع هاد الكريم البنات مجربينو عندي الكليان وكيطلبوه ليا هكا فهاد الوقيتة ديال البرد. صراحة زوين ولكن فيه هاد المنظر جبوليكم. المهم بيض الطويل ديالو من الداخل راه بيض وزوين مرطب، يعني متندموش عليه إلا خديتو بحال هادا. نكتيكم هاد الباكية فيها ستة. ندوزو شامبان، جبت هاد الشامبان ديال الكريم الصغار. المهم جبت تلاتة د البياسات، راه ولادي خدا وحدة جونسون ديال الدراري. المهم زوين هدا الشعر، مكيديروش غير الوليدات الصغار، كيغسلو فيه حتى الناس هكا لي كيطيح ليهم شعرهم بحال البنيات. بناتينا راه كبار تبركلو، راه كيغسلو بيه دابا، راه غير حطيتو هزوه واحد القرعة باش يغسلو بيها. وهنا عندي العقورة، الوينات ديالهم الوينات زوينين، الوينات ديالهم زوينين الصراحة. هذا رولوغ، المهم جبت هاد الباكية هادي راه ناقصة شي شوية هكا مبقاوش فيها، ولكن أنا اختاريت هكا على حسب فلوسي. ندوزو للزيت، حتى هي من هاد تلاتة د القياسات. هاد الزيت زوينة البنات، هادي كيقولولها زيت فازلين، لي معرفش السميه ديالها، راه زيت فازلين زوينة. هي راه كي هي لي كيستعملو البنات، هي راه شعرهم زوين فما بالك. وجبت هاد باندوش ديال نيفيا تا هو زوين، ريحة غزالة. تا هو راه جبت منو جوج بياسات،
نزل بنات حتى شي تخبيها. المهم كما قلت لكم هاد البندش هذا اللي غزال، هاد البندش هذا زوين ريحه فيه عندي هذا ديال العرس هو ديال الأضو هو ديال العرس غزال نوريكم حتى خمسة د البياسات في هاد البوكية هادي المهم كيكونو فيها ستة ولا خمسة وريحة عرفتي كي كيخليها هدا راه ريحة غزالة مكتبقيش كتطلع ريحة العرس كيما قلت لكم هادو ديال خمسة د البياسات وهادو الكارطونات ديال الروايح هادو اللي قلت لكم ريحة زوينة صراحة هاد الريحة هادي وكنت من هادشي اللي ورثتكم هاد النهار يعجبكم وكيما قلت لكم المهم هادشي شريته باش نعاود فيه واخا قليل المهم نعاود مرة أخرى ثاني إن شاء الله نزيد ونكبر إن شاء الله المشروع وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال هاد النهار هدا وبسلام عليكم وتهلاو في الكومنتير المهم اللي ما اشتركش في القناه يشترك لاول مره كيشوف في القناه يشترك ويدير تعليق زوين ولايك ديروا لايك تهلاو في لايك وشكرا لكم وبسلام شكرا على المشاهدة ان اعجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة